السلام عليكم جميعا، أهلا ومرحبا بكم. أنا فرح مستكلم، سأتحدث لكم عن مجموعة المستخدمين العرب، وكذلك سيرافقني الزميل أنس في هذا التقديم. اسمه غير موجود على التقديم، ولكن هو طبعا من له باع طويل في هذه المجموعة، فيعني سيتحدث لنا أيضا عن مستقبل المجموعة. عنوان هذه المداخلة هو مجموعة المستخدمين العرب بين الماضي والحاضر والمستقبل، وسنتحدث قليلا عن كيف نشأت هذه المجموعة والأهداف من ورائها، وكيف نأمل أن تستدام. طبعا هذا هو البرنامج. من نحن؟ في الحقيقة نحن مجموعة من الويكيبيديين من المنطقة الناطقة بالعربية، من كافة البلدان العربية. لنا هدف واحد، وهو إثراء المحتوى العربي على الإنترنت وزيادة التعاون ما بين الأفراد والمجتمعات والمجموعات العربية. وفي الحقيقة مجموعة المستخدمين هذه جديدة نوعا ما، ولكن أعضاء المجموعة هم أعضاء مخضرمون في مجموعات أخرى من معظم المجموعات العربية الأخرى. تاريخ تأسيس المجموعة، في الحقيقة كما أسلف بعض الزملاء في مداخلات أخرى، كانت هناك دائما رغبة في أن نفعل العمل المشترك ما بين المجموعات العربية والمستخدمين العرب. وكانت هناك عدة محاولات ولقاءات في مؤتمر ويكيميديا في برلين وويكيمانيا، وعدة لقاءات جمعت ما بين مستخدمين من عدة مجموعات ومن عدة دول. ونشأت الفكرة بأن يكون هناك مجلسا تنسيقيا ما بين المجموعات، وأسس ما سمي وقتئذ بالمجلس العربي، وكان مجلسا تشاوريا يضم أعضاء ممثلين عن المجموعات الست في ذلك الوقت. وعملنا على تأسيس هذا المجلس لزيادة التعاون والعمل المشترك ما بين هذه المجموعات. ولكن للأسف حصلت ظروفا ولم نستطع السير في عمل هذا المجلس. هذه المجموعة تأتي لسد ذلك الفراغ الذي لم يسد بعد، وهي فقط مشاركة، هي فقط يعني محاولة لسد هذه الفجوة، ولأن أن تكون أن نزيد التعاون وأن نعمل مشاريع مشتركة. طبعا هذا كان إطلاق المجموعة، إطلاق المجلس العربي كان في ويكي عربية في المغرب في 2019، ولكن المجموعة تأسست فيما بعد في 2020.
لماذا مجموعة المستخدمين العرب؟ طبعا اللغة العربية هي من اللغات الست التي تعتبرها الأمم المتحدة لغات العمل في هذه المؤسسة المنظمة، وهي طبعا من كبرى اللغات في العالم، وتمتد على رقعة جغرافية كبيرة. والمحتوى العربي الموجود يعني يحتاج إلى من يتبناه ومن يرعاه، وطبعا المجموعات المستخدمين جميعا لها دور كبير في إثراء المحتوى الخاص بالدول بدولها، ولكن المحتوى العربي العام يعني هو لا يوجد هيئة تدعمه أو تنميه، فأعتقد يعني بأن هذا من أهداف المجموعة، هو أن ننسق فيما بيننا. طبعا كما ذكرت، خطوات التنسيق السابقة كانت في إنشاء المجلس العربي، وفي اجتماعات دورية كانت تحصل هنا وهناك. طبعا أهداف المجموعة هي خلق ديناميكية فعالة في المنطقة بخصوص المحتوى العربي الرقمي، وسد الفجوة بين مختلف الفئات، كما أن من أهدافها جمع وتصنيف التراث العربي الكبير والمنوع، تشجيع التعاون بين مختلف المجموعات والمتطوعين، وخلق مشاريع إقليمية، تبادل الخبرات في المجموعات وتقويتها لبعضها البعض، لأن بعض المجموعات يعني لديها خبرات أكبر من مجموعات أخرى، ومن من الجيد أن تشاركها مع الغير، وأن يكون هناك أن نكون حلقة الوصل ربما في هذا التشارك والتبادل. كما أنا من أهداف المجموعة ضم المستخدمين العرب غير المنتسبين للمجموعات، إما في البلاد التي فيها مجموعات أو التي لا توجد فيها مجموعات بالأخص، يعني ويريدون أن ينتمون إلى مجموعة، ما هو حق أي منا. وبرامج تبادل فعالة مع المجموعات الرائدة والخبيرة ضمن الحرم، ليست بالضرورة أن تكون مجموعات عربية، يعني ممكن تبادل مع مجموعات أخرى لديها تجارب مختلفة يمكن الاستفادة منها. طبعا يعني بما أن الحديث عن الماضي والمستقبل والحاضر، دعنا نتكلم قليلا عن الماضي، ماضي اللغة العربية. فاللغة العربية هي من اللغات القديمة جدا، وهي لغة عريقة ولها تاريخ كبير. فهنا كما ترون هذا نقش بلغة يعني هي من أسلاف اللغة، أو يعني اللغة العربية ولكنها قديمة جدا. هو ضريح امرؤ القيس ملك الحيرة، موجود في متحف في باريس على ما أعتقد حاليا. ولكن يعني هذا عراقة اللغة العربية وتنوعها يعني يعطينا دفعة لأن نطور المحتوى العربي العالمي، وهي طبعا لغة كما قلت، هي من اللغات العالمية، من اللغات الستة للأمم المتحدة، ويتحدث بها يعني
أكثر من 300 مليون نسمة. فيعني من المهم أن نهتم بها. كما أن اللغة العربية لها تأثير كبير على اللغات الأخرى، فكما ترون في هذه الصورة هناك كلمات باللغة الإنجليزية. فرح، لو سمحت، نحن لا نرى الشرائح، يعني نكتب على الشاط، نرى فقط الشريحة الأولى، مجموعة المستخدمين العرب. شكرا. هل ترون الآن؟ نعم، ولكن الشاشة لو استطعت عمل فول سكرين. أكيد. أنا لم أكن أرى الشات، شكرا على التنبيه. يعني هذه صورة النقش الذي تحدثت عنه، وهو نقش لضريح امرؤ القيس ملك الحيرة. وهذه الصورة هي للكلمات المأخوذة من اللغة العربية: شوجر، كيمستري، ماجازين، كوفي. وهذا تأثير عالمي للغة العربية، يعني على اللغات الأخرى طبعا، بالإضافة إلى كون اللغة العربية هي يعني لغة العلم في زمن ما، ونأمل أن تعود لغة علم أيضا، كما أنها يعني كانت تستخدم في الكتب الدينية للديانات التي يعني نشأت من هذه المنطقة. الآن يعني واقع اللغة العربية حاليا هو كالتالي: هذا رسم بياني للغات حسب عدد المتحدثين بها، وهذا رسم للغات المستخدمة على شبكة الإنترنت. طبعا كما نرى اللغة الإنجليزية 17% من البشرية تتحدث باللغة الإنجليزية كلغة أم، إلا أن اللغة المستخدمة على الإنترنت أكثر من 60% من المحتوى الموجود على الإنترنت هو باللغة الإنجليزية. فيما اللغة العربية يعني محكية من قبل 5% من البشرية كلغة أم، إلا أن المحتوى العربي على الإنترنت أقل من 1%. وهذه الفجوة هي التي يعني بما أننا مهتمون باللغة العربية، هذا ما نسعى إلى تطويره، وبأن أن تكبر هذه الشريحة المتحدثة بالعربية. أما بالنسبة للمستقبل اللغة العربية، فيعني أملنا هو رفع وكمية وجودة المحتوى هذا على شبكة الإنترنت، وبالأخص عبر مشاريع ويكيبيديا وهي الرائدة في هذا المجال، ولكن طبعا في مشاريع ويكيميديا الأخرى. هذا هو هدفنا الأول للمجموعة، ونحن يعني نأمل بأن نرقى بهذا المحتوى كما ونوعا ليوازي أهمية هذه اللغة. بهذا أترك الكلام لزميلي أنس. شكرا جزيلا فرح. هل ستعرض الشرائح من عندك أو أكمل أنا؟ أعتقد أن من الأحسن أن تكمل، لأنه أنا لا أتوفر على هذه الخاصية، وهذا الأمر سيأخذ بعض الوقت، فمن الأفضل أن تستمر. أولا شكرا جزيلا فرح على تقديمك لهذه التوطئة الجميلة حول الخلفية التاريخية سواء للغة العربية وأهميتها أو لضرورة التعاون. أنا سوف أحاول أن أكمل على المنوال الذي بدأت عليه، وذلك بالحديث حول بعض الأمور الملموسة
التي تحس بها المجموعة والتي تعمل عليها حاليا. أولا سوف نقوم بتعرف على بعض التحديات الموجودة سواء على صعيد الأفراد أو المجموعات أو على صعيد المجتمع، وهذه التحديات متعلقة أحيانا فقط بهذه المجموعة، وأحيانا تكون متعلقة بالمجموعات التي تكون على نفس الشاكلة بشكل عام، يعني مختلف التكتلات قد تكون لها نفس التحديات. فالفكرة هي أن نحاول أن نرى ما هي هذه التحديات وأن نفكر في كيفية حلها. بالنسبة للتحديات على صعيد المجموعات، أولا فتح قنوات تواصل ودية ومستديمة مع المجموعات العربية. ففي إطار أنه نحن مجموعة هي مجموعة المستخدمين العرب، فهناك تحدي للتواصل مع المجموعات الأخرى وكذلك لطريقة التعريف بنفسنا في إطار علاقتنا مع المجموعات الأخرى. فيجب أن نكون واضحين مع المجموعات الأخرى ونؤكد لهم أنه نحن لا نعتزم تعويض أي مجموعة من المجموعات السابقة ولا أخذ مكانها، وإنما الفكرة هي محاولة المساعدة على التنسيق وعلى التعاون، كما يعني ذكر الزميل فرح من قبل، لأن هذا هو هدف المجموعة. فهناك حاجة للشراكات مع مختلف المجموعات العربية وحتى مع المجموعات العالمية، وهناك حاجة للتواصل ولأن تكون هناك طرق مشجعة للتواصل كما ذكرت، حتى تكون مختلف المجموعات متحمسة للتشارك مع المجموعة العربية التي تنسق مختلف الأعمال والمشاريع على صعيد المنطقة، ومن أجل تحسين المردودية والنتائج. ففتح قنوات التواصل ودية هو شيء مهم، وأنا أسطر على كلمة ودية حتى تكون العلاقة جيدة بين مختلف المجموعات المتواجدة حاليا والمجموعات الجديدة أو حتى المراكز الجديدة إذا تم التفكير في هذا الأمر في إطار هذا التنسيق الذي يجب أن يكون. كذلك التحدي آخر وهو مرتبط بالتحدي الأول وهو على صعيد التحضير والتنظيم. فمن أجل تكوين أجندة عمل للمشاريع والمسابقات يجب أن يكون هذا التواصل جيدا. فيجب لأهداف المجموعة التي تنسق في المنطقة أن لا تتضارب مع المشاريع باقي المجموعات الأخرى حتى لا يكون هناك أي مشكل بينها، وحتى تبقى كذلك الحدود والأدوار والمسؤوليات واضحة. ولهذا يجب إنشاء أجندات أو جداول زمنية لمواضيع عامة، مثلا ويكي تهوال المعالم يتم القيام بها على الصعيد العربي ويساعد في التنسيق على ذلك الزميل باشوندا، وبذلك يتم ضمان عدم وجود تضارب بين العمل على صعيد المنطقة والعمل على صعيد كل بلد وكل مجموعة. كذلك مثلا نقاشات الاستراتيجية ويكيميديا 2030 حيث تتم محاولة التنسيق بين مختلف الأطراف، لأنه في النهاية المؤسسة وفي عدد كبير من الأحيان تود التعامل مع المنطقة كطرف واحد، وفي هذه الأمور قد تساعد المجموعة على ذلك، ولهذا تحاول التنسيق وتكوين أجندة عمل مشتركة مع مختلف المجموعات. كذلك على صعيد المجموعات هناك العمل مع المجموعات العالمية وهو أمر قد ذكرته من قبل. فالمجموعة لا تهدف فقط إلى التواصل مع المجموعات المتكلمة بالعربية وإنما على الصعيد العالمي حتى يكون هناك تعاون وتبادل للخبرات. فالمجموعة تود أن تكون قريبة من مجموعات مماثلة، مثلا على الصعيد الفرنكوفوني هناك مجموعة ويكي فرانكا التي سيتم تأسيسها قريبا، على الصعيد المتكلم بالإسبانية توجد كذلك مبادرات للتنسيق، على صعيد جنوب شرق آسيا كذلك. فهذه المجموعات العالمية قد تساعدنا على فهم بعضنا البعض والعمل على نفس الأمور والمسائل وتبادل الخبرات خاصة. كذلك من المهم لمثل هذه المجموعة التي نتكلم عنها أن تجذب اهتمام ورغبة المجموعات العالمية للشراكة والتواصل، فذلك سيكون فيه إفادة لجميع الأطراف سواء للطرف المجموعة العربية أو للأطراف الأخرى التي قد تستفيد ولا شك من تلك الشراكات. هذا كان بالنسبة لصعيد المجموعات. بالنسبة للأفراد هناك عدة تحديات يجب العمل عليها ومحاولة يعني محاولة إيجاد طرق وحلول للوصول إلى نتائج فيها. أول واحد في هذه التحديات هو التواصل مع مستخدمين من بلدان ليس لها تمثيل مجموعاتي. فهناك عدد من البلدان لا توجد فيها مجموعات مستخدمين ويكون من الصعب الوصول لهؤلاء المستخدمين. مثلا
في العرض السابق ذكرت فكرة، أعتقد نانور كانت ذكرت أنه في اليمن هناك فقط نصف ساعة من الكهرباء عند الناس يعني المواطنين كل يوم، فهذا يجعل من الصعب جدا الوصول مثلا لمستخدمين من اليمن، ونفس الشيء في بلدان أخرى فيها ظروف قد تصعب من الولوج للإنترنت أو للتواصل مع يعني مجموعات. كذلك من أجل ذلك تريد المجموعة التشجيع والتحفيز لبناء قاعدة من المستخدمين للمنطقة، فتكون هناك قاعدة من المستخدمين تجمع عدد من الناس والمستخدمين من كل بلد، خاصة البلدان التي ليست فيها مجموعات، لمساعدتهم، فهم غالبا سيكونون الناس الذين سيكون لهم أكبر عدد من الأسئلة ويودون الإجابات على أكثر عدد من الأمور، نظرا لأنه لم تكن عندهم مجموعة وممكن أن يكون التواصل الوحيد عندهم ومع المجموعة العربية مثلا. كذلك تود المجموعة ضم عدد من المستخدمين العرب ذوي الخبرة وأصحاب الاختصاص، لأنه أولا المجموعة تحتاج إلى خبرات عديدة ومتنوعة، وسيجعل ذلك سيعطي ذلك زيادة في الأعضاء المخضرمين، وبالتالي سيزيد في النشاط، وسيساعد كذلك على تعليم المستخدمين الجدد أو المستخدمين مثلا من البلدان التي ليست فيها مجموعات، من أجل التعاون جميعا على رفع التحديات الموجودة حاليا. إذن كان هذا بالنسبة للأفراد، وشكرا فرح على المتابعة الممتازة. على صعيد المجتمع هناك أولا نقطة التراث العربي المادي وغير المادي، فالمجموعة تسعى إلى التنسيق على مستوى إقليمي وليس على مستوى بلد معين، بالتالي فهي تهدف إلى الحصول على بيانات لمختلف مناطق يعني التراثية بهدف جمعها وتوثيقها على ويكي بيانات وكتابة وتدوين هذه المعلومات والمعارف الأساسية للأجيال المقبلة، وهذا يفتح آفاق لويكيميديا في المناطق الغائبة حاليا عن الخريطة الويكيميديا، فقد يكون واحدا من الأهداف ومن الطموحات هو فتح مجموعات مستخدمين في المستقبل في البلدان التي لا تتوفر على مجموعات في البلدان التي نتكلم عنها. طبعا كذلك على صعيد المجتمع هناك تحدي أو بالأحرى عمل يجب القيام به بشكل دائم ومستمر، وهو تحديث المعلومات حول المجتمعات، فيجب دائما وبشكل دوري ومستمر استقطاب أفراد أكثر، المساهمة بتطوير المعرفة الحرة عن طريق مثلا تنظيم مسابقات أو الكتابة بشكل دوري، وزيادة وعي المجتمع حول ويكيميديا وويكيبيديا. فعلى صعيد المجتمع يجب القيام بعمل تحديث دائم من هذه المجموعة، وهذا أمر ليس فقط مرتبطا بالمجموعة بحد ذاتها، وإنما لو رجعتم إلى الاستراتيجية ويكيميديا فالتوصية العاشرة تتعلق بالإعادة وبالتحديث وبالتكرار والاستفادة من التجارب السابقة، فهذا أمر في الحقيقة مهم جدا على صعيد المجتمع وعلى صعيد الحركة العالمية كلها. بالنسبة للأمور المتعلقة بالمجتمع فهناك سلايد يعني يتحدث على التواصل مع المستخدمين، وهذا كان على صعيد الأفراد ولكنه كذلك مرتبط بالمجتمع، وكذلك ضم المستخدمين العرب ذوي الخبرة فهو كذلك مرتبط بالمجتمع. إذن تم تكرار هذه الشريحة فقط لتأكيد بأنه هذه التحديات على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمع، وهي مهمة جدا حتى نستطيع يعني حلها والوصول إلى مشاريع أكبر وإلى نتائج أكبر. كان هذا بالنسبة للتحديات التي تعمل عليها المجموعة وتود طبعا حلها، وهناك نطاق آخر مهم تعمل عليه المجموعة وهو نطاق الشراكات الذي سنحاول الحديث عنه بشكل سريع جدا وبعجالة حتى نترك بعض الوقت للنقاش إذا كان هناك يعني وقت للنقاش. فقط كملاحظة بالنسبة للتحديات، وبما أنني تكلمت عن التحديات أرى أنه الأخ يعقوب يقول على الشاط أنه كذلك تأخر في متابعة المؤتمر بسبب انقطاع الكهرباء في موريتانيا، فهذا يؤكد على مسألة التحديات الموجودة في المنطقة والتي هي ولا شك تحديات مختلفة جدا جدا عن ما قد يكون في مناطق أخرى في العالم. إذن بالنسبة للشراكات أولا يجب أن نعرف ما هو الهدف من الشراكات. أولا هناك أساس، ما هو النقطة التي نريد أن نعقد عليها شراكة، من هم المستهدفون، وأن هناك نوعين من الشراكات، شراكات المحتوى يعني الشراكات التي تتم حول ما سيكون في المحتوى مثلا مقالات
وأن هناك شريك يوفر معلومات لنكتبها في المقالات، وشراكات العمل المشترك وهي شراكات يكون فيها أطراف يشتركون في العمل، وكل واحد من الأطراف أو من الأشخاص يقوم بجزء من ذلك العمل حتى يتم إتمام المشروع. فالشراكات عادة كما ذكرنا هي لقاء بين طرفين أو أكثر، يقومون بمساعدة بعضهم البعض من أجل الوصول إلى هدف معين. الشراكات يتم إبرامها بعدة طرق، إما بطرق ودية حيث لا يكون هناك أي توقيعات لأي عقود، أو بطرق رسمية حيث تكون هناك عقود وأمور رسمية وتوقيعات. غالبا في مثلا البلدان التي فيها فصول لويكيميديا يكون ذلك بشكل أكثر رسمية. فأنواع الشراكات الموجودة في عالم ويكيميديا هي ثلاثة: الاتفاق الودي الذي يكون عادة شفويا، مذكرة تفاهم تكون كتابية ولكن ليست ملزمة قانونيا، ووثيقة قانونية هو النوع الثالث والذي يكون أكثر رسمية ويتم فيه تحديد أدوار ومسؤوليات كل طرف من الأطراف. بالنسبة للمجموعة، وبما أنه قمنا بتعريف الشراكات بشكل سريع حاليا، وبما أن هذه المجموعة ستكون مجموعة تعمل على صعيد المنطقة وعلى صعيد إقليمي، فهي يجب أن تحاول العمل على شراكات تساعد على التنسيق. مثلا تحديد صيغة وقوالب وقواعد تساند المجموعات المحلية في شراكاتها، يعني قبل القيام بشراكة في حد ذاتها يجب مساعدة المجموعات الأخرى على القيام بشراكات، ومساعدته في تحديد صيغة وقوالب تساعده على هذا الأمر. كذلك تريد المجموعة تكوين قاعدة بيانات حول الشراكات الحالية الموجودة في المنطقة وعند مختلف المجموعات. وقاعدة البيانات لها عدة فوائد: أولا أنها تجمع المعلومات في مكان واحد، علما أن المعلومات حاليا هي مشتتة، كل مجموعة تتوفر فقط على المعلومات الخاصة بها، وأحيانا حتى بعض المجموعات لا تتوفر على تأريخ أو توثيق للمجموعة الشراكات التي قامت بها في السنوات السابقة. وكذلك قاعدة البيانات لها إضافة كبيرة ومفيدة جدا، وهي أنه لو نفرض أننا نريد القيام بمشروع ما في المغرب وليست لنا أي فكرة حوله، ممكن أن يكون شخص من تونس أو من الشام قد قام بنفس الموضوع وبنفس الشراكة من قبل، فلو وجدنا اسمه على قاعدة البيانات ممكن أن نتواصل معه أو معها ويشرح لنا بشكل كبير وواضح جدا ما قاموا به، وهذا سيسهل علينا المأمورية ولن يجعلنا لن نخترع العجلة من جديد. كذلك تعتزم مجموعة التواصل والتنسيق مع كل مجموعة على حدة، وذلك قد يتم كذلك اعتباره شراكة في إطار أنه المجموعات تتعاون مع المجموعات الأخرى، وهذا في حد ذاته شراكة وتعاون وتنسيق على أي موضوع تود أي مجموعة محلية العمل حوله. حاولت أن أشرح مسألة الشراكات بسرعة، وذلك لأنه لا زال عندنا محور ثالث لعمل المجموعة وهو محور المشاريع. بالنسبة للمشاريع هناك عدة أفكار تم طرحها على صعيد المجموعة، مثلا توفير منصات تدريب افتراضية، القيام بورشات عمل واقعية وافتراضية، وتصوير فيديوهات وندوات تعريفية. أهداف هذه المشاريع هي أولا خلق ديناميكية فعالة في المنطقة العربية، وأنا في نظري هذا الأمر مهم ويجب أن نشرحه بعض الشيء. إذا نحن ذكرنا بأن هناك مجموعات مستخدمين في مختلف البلدان، وكذلك نعرف أنه توجد مؤسسة وهي مؤسسة ويكيميديا التي مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، فهناك مؤسسة في أمريكا وهناك مجموعات تشتغل على صعيد البلدان، ولكن على صعيد المناطق أو على صعيد تجمعات البلدان لا يوجد أي عمل. وبالنسبة للغة مثل اللغة العربية، والتي أذكر بأن فرح قال أنها لغة يتم تكلمها في 22 بلدا ويتكلمها أكثر من 300 مليون شخص، من المهم جدا خلق ديناميكية وتفاعل بين مختلف الأطراف التي تتكلم اللغة. فإذا قامت كل مجموعة بالعمل بشكل منعزل في بلدها لن يكون هناك هذا النوع من التنسيق، وهذا أمر طبيعي، يعني لا أحد يجب أن يلوم المجموعات على أنها تعمل بانغلاق على بلدانها، لأن هذا أصلا هو إطار تلك المجموعات. ولكن المجموعة العربية وكذلك المجموعة الفرنكوفونية والمجموعة الإسبانية إلى غير ذلك هدفها هو التنسيق على المستوى الإقليمي في هذه المسائل، ولهذا من المهم تأكيد هذه النقطة وإعادة تكرارها حتى نفهم أنه لا يوجد أي تناقض أو أي فرق أو أي اختلاف بين العمل الذي تقوم به هذه المجموعة والمجموعة التنسيقية الأخرى في العالم، ولا يوجد كذلك أي مشكل في أن تكون هذه المجموعة موجودة
في نفس الوقت التي توجد مجموعات على صعيد البلدان لأن أطر العمل مختلفة. فهذا الهدف الأول كان مهم، خلق ديناميكية فعالة في المنطقة. الهدف الثاني سد الفجوة بين مختلف الفئات، وهذا كذلك مهم لأنه ذكرنا بأنه يوجد مثلا أو توجد بلدان لا توجد فيها مجموعات، وهذا يخلق فجوة كبيرة بين البلدان التي فيها مجموعات وفيها معارف وفيها ناس كثر يهتمون بعدد من المسائل ولهم وصول أسهل للموارد. أنا لما أقول موارد لا أقصد بالضبط النقود، ولكن مثلا وصول أسهل. أنا لو أحتاج شيء على ميتا فأنا عندي صديق هو إداري على الميتا فأسأله، لما أحتاج شيء على كومونز عندي صديق إداري على كومونز أسأله، ولكن شخص من اليمن لا يعرف أي شيء على ويكيميديا سوى أنه يكتب على ويكيبيديا وليست له مجموعة مستخدمين، من الصعوبة له أن يعرف مثل هذه الأمور. فلهذا نحاول سد هذه الفجوة عن طريق توفير مجموعة يمكن لأي شخص من المنطقة أن يتواصل معها، سواء كان هو عضو في مجموعة في بلد معين أو لم يكن. كذلك هدف آخر ومهم وهو تشجيع التعاون بين مختلف المجموعات والمتطوعين، فهذا أعتقد أنه قد فسرناه بإسهاب من قبل، يعني كيف نستطيع تشجيع التعاون والتنسيق بين مختلف الناس سواء كانوا مجموعات أو متطوعين من المنطقة. وأخيرا مشاريع وأهداف أخرى يجب التركيز عليها بشكل كبير هي زيادة المحتوى بالنسبة للبلدان التي لها مقالات قليلة، وهي يعني توجد في المنطقة العربية بلدان لها مقالات قليلة إما بسبب تحديات في ظروفها التي تجعل من الصعب إيجاد معلومات أو بسبب قلة عدد المساهمين نظرا مثلا للظروف الموجودة في تلك البلدان، وهدف المجموعة هو مساعدة على زيادة المحتوى حول هذه البلدان. هناك كذلك مشروع التوسيع والذي يعتبر مشروعا استراتيجيا طويل الأمد، حيث تعتزم المجموعة التوسيع إلى بلدان أخرى، ليس أن تكون يعني هي مؤسسة المجموعات ولكن أن تساعد الناس في البلدان التي ليست فيها مجموعات على أن يؤسسوا مجموعة هناك. بالنسبة للمشاريع الأخرى كذلك هناك برنامج التعليم الذي قد يتم القيام به على صعيد المنطقة، ويكي تهوى المعالم كذلك، يعني المشاريع التي هي أصلا موجودة ولكن يتم توسيعها على صعيد المنطقة حتى لا تبقى على مقوقعة في بلدان محددة أو بلدان معينة. وطبعا هذا لا يعني أنه المجموعات لا يجب أن تقوم في بويكي تهوى المعالم في بلدانها أو ببرنامج التعليم، وإنما أن يتم التنسيق للقيام بالتوازي بذلك، يعني هناك أشياء يمكن أن تقوم بها المجموعات المحلية في بلدانها وأشياء أخرى تقوم بها المجموعة على مستوى المنطقة بأكملها. كذلك تنظيم جلسات تعريفية بالاستراتيجية، وأعتقد هذا المشروع يمكن كذلك توسيعه إلى مشاريع أخرى متعلقة بكل ما تقوم به المؤسسة والحركة العالمية حتى يقوم يعني أعضاء المجموعة بتعريف أعضاء المجتمع المتكلمين بالعربي بكل ما يتم القيام به على مستوى الحركة، لأنه هناك حاليا إشكال بأن أغلب النقاشات على مستوى الحركة تتم باللغة الإنجليزية، فقد تكون هذه المجموعة فرصة مناسبة ومنصة مناسبة لإيصال هذه المعلومات وهذه النقاشات إلى المجتمع بطريقة يعني بسيطة وقريبة منه. وأخيرا تنظيم ملفات جاهزة لاتباع خطواتها في أي مشروع يخص الموسوعة، وهذا متعلق بما ذكرنا سابقا، مثلا إذا كانت عندنا قاعدة بيانات متعلقة بالشركات وقاعدة بيانات متعلقة بالمشاريع فهذا سيجعلنا وكأنه عندنا قوالب جاهزة حول ما تم القيام به سابقا، وإذا أراد أي شخص سواء من المنطقة أو من أي منطقة أخرى في العالم أن يقوم بنفس الشيء الذي قيم به من قبل فيمكن لهذا الشخص أن يتواصل مع المجموعة ويأخذ المشروع مباشرة يعني كما هو بقالبه ويقوم فقط بإعادة تطبيقه في منطقته، وهذا سيكون مساعدا بشكل كبير لربح الوقت وربح المال وتوفير الكثير من الجهد كذلك. فهذه كانت بعجالة مختلف المشاريع التي تقوم بها المجموعة وكذلك التي تود القيام بها، وأشكركم شكرا جزيلا على متابعتكم نيابة عني وعن الزميل فرح، وإذا كانت أي أسئلة عندكم فأنتم مرحب بكم للنقاش معنا في هذه الدقائق المتبقية، وكذلك إذا عندك أي إضافة الأخ فرح فأنت مرحبا بك. شكرا جزيلا للجميع، وهذه فقط دعوة يعني لأي شخص مهتم بأن يتواصل معنا وأن ينضم للمجموعة، فهي مفتوحة كما أسلفنا، هي مفتوحة لأي أي مساهم في ويكيبيديا أو في مشاريع ويكيميديا
يتحدث باللغة العربية إن كان عضوا في مجموعة محلية أو لم يكن، فالجميع مرحب بهم. وفقط أردت أن أقول شيئا عن شعار المجموعة، وهو هذا التشبيك، يعني يرسخ مفهوم التكامل والترابط بين المجموعات المختلفة، وهذا ما نسعى إليه. وهذه طبعا يعني حلقات التواصل مع المجموعة، مع المؤسسة، هي سرمد، الزميل سرمد والزميل بشوندا، وهذه هي معلوماتهم، ونفتح المجال للأسئلة. أهلا بشوندا. إذا بعد هذه المداخلة أعتقد أن تفضل محمد، تفضل. فقط ككلمة صغيرة خفيفة، يعني هناك رابط المجموعة لمن يريد الانضمام إليه، يعني أنس وفرح وفوا في التقديم، وكنا من بين أعضاء المؤسسين، والقصة معروفة، قصة هذا التأسيس تاع المجموعة والأهداف نتاعها والرؤية ورؤيتها لكي تضيف المحتوى والتنسيق بين المجموعات إلى آخره. ونتمنى يعني نتمنى أنها تكون يعني في أساسا هي أساس يعني إضافة المحتوى. شكرا. يظهر لي أنه في تدخل من الأستاذة ندى، تفضلي أستاذة. مرحبا، يعطيكم العافية، إن شاء الله بتمنى التوفيق لك المجموعات المستخدمين. عم بيخطر ببالي سؤال، هو ممكن مو بشكل مباشر بس هو له علاقة بعدين بالشراكات اللي ممكن تنعمل. المسألة تبع المستخدمين بصلاحيات مميزة، وتحديدا المستخدمين دول اللي بيقدروا يحذف مباشر، متوزعين على مجموعات الاستخدام او على الاقل خليني اقول انا شو بيهمني بالموضوع هلا. في حال اني نجحت وجبت مجموعه مستخدمين مبتدئين، فاكثر شيء انا بخاف منه انه اول ما بيبدوا يصادفوا تجربه حذف مقالي. المساله ممكن تنعمل بطريقه لطيفه تنفهم تدرج، بس السؤال قديش انا فيني اوصل للناس هذول بالصلاحيات تبع الحذف او بصلاحيات الفعاله اللي بنفسه قوانين، واتفق معهم انه يعملوا طريقه معينه او يعني طريقه تشجع اذا كنت انا بعمل ايفنت، وين بلاقيهم هدول بحكيهم؟ وهذا السؤال. اوكي، شكرا ندى على السؤال. اعتقد ان المجموعات المستخدمين يعني نوع من الحمايه بين قوسين يعني التي توفرها لاعضائها هي ان يعني في العاده، ويعني واتحدث بشكل خاص حول المجموعات التي انا عضو فيها، يعني فيها ناس مخضرمين ولهم علاقات طيبة مع المجتمع الويكيبيدي، يعني يعني من الأسهل أن يتم التواصل مع الإداريين وأصحاب الصلاحيات في ويكيبيديا، طبعا في ضمن في اطار القواعد والانظمه المعمول بها بالموسوعه، ولكن يعني من اعتقد ان جزء من الورشات التي تقدمها المجموعات لاعضائها الجدد، اعتقد بان هذا يعني اولا يسهل عليهم الاندماج في المجتمع الويكيبيدي الافتراضي، وكذلك يعني كما قلت العلاقات مع الإداريين من يعني أكيد ستخفف من وطء
الروعة التي أو الرهبة التي ممكن أن تصيب المستخدمين الجدد والصدمة يعني عندما تحذف مقالة لهم أو تعديل جديد يعني أعتقد أنها ممكن أن تكون حلقة وصل بين المستخدمين الجدد والإداريين في الموسوعة. ما بعرف هيك سؤالك كان يعني ندى ولا يعني صح وين كان المفروض أنا أقول مجموعة إداريين أنا شوي يمكن أنتم تحكوا عن ذكر من الإداريين موجودين بالمجموعة في المجتمع أنا إحنا عم نحكي عن ساعتين صح يعني وصح أعتقد أن الصوت غير واضح أستاذ ندى الصوت غير واضح لذا كان ممكن فصل اتصال ثم معاودته أسئلة أخرى إلى أن تعود ندى بس محاولة زبط رجعت ندى تمام أنا يمكن يعني شوي يعني عم شوف التقاطع بين مجموعة الإداريين اللي هي يعني النافذة بالأخير وبين المجموعات المستخدمين اللي عم تحكوا عنها إقليميا الشيء اللي أنا عم بدور عليه هو قديش كل الإداريين واعيين للنشاط اللي عم نحاول نعمله بمكانات إقليمية أو يعني بورش عمل إقليمية يعني خلينا نقول كيف منخبر الإداريين والناس اللي عندهم صلاحيات الحذف إنه نحن عم نعمل هلأ ورشة كيف ممكن يكون هي شغلة بسيطة بس أنا ما بعرف الصراحة كيف بخبرون وكيف اضمن إنه يعني يكونوا لطيفين بالعملية يعني إحنا بالأخير بنطبق استراتيجيات لكن في تطبيق بكون من غير ما أشوفك وفي تطبيق بحس إنه فهمك إنه هيك معقول يصير هذا يمكن سؤالي ممكن أو بس أنا ما بعرف كيف بيتم التواصل مع والشغلة الثانية أنا فضولية عنا هو معرفة قديش نسبة الإداريين بالنسبة للتوزيع الإقليمي تبعهم يعني كمجموعات مستخدمين ممكن مجموعات مستخدمين فيها إداريين أكثر أو أقل في هيك شيء في إحصائيات هيك بتوجه الموضوع ما هن ساحتين مدخلون بعضهم المفروض شكرا هذا كان يعني الشيء اللي جاب بالي حبيت اسالكم يا شكرا جزيلا استاذ ندى على تدخلك في الحقيقه لا توجد احصائيات حول الاداريين او ارتباطهم بمجموعات المستخدمين لان هذه العوالم اذا سميناها هكذا هي مختلفه تماما ومتباعده تماما الاداريون او مهمه الاداري او مهمه المحرر تكون اكثر على الموسوعه بينما خارج الموسوعة أغلب أحيان تكون يعني الأنشطة متعلقة بالقيام بشيء على أرض الميدان مثل تنظيم هذا المؤتمر أو الحديث في هذا المؤتمر أو تنظيم حدث متعلق بالتحرير على ويكيبيديا وغير ذلك فلا أعتقد أنه توجد إحصائيات على هذا الصعيد ولكن الفكرة التي تفضلت بذكرها كانت فكرة مهمة جدا الفكرة المتعلقة بإخبار الإداريين بأن هناك أنشطة ستكون مثلاً على الصعيد الإقليمي أو أنشطة ستكون حتى على صعيد بلد معين لأنه هذا الأمر سيسمح بأن يكونوا ألطف بتعاملهم مع المقالات حتى وإن كانت فيها مشاكل فسيعرفون أن هذه محاولة من ناس مبتدئين وليس بالضبط شخص يريد تخريب الموسوعة أو شخص شرير له أجندة سيئة إلى غير ذلك فأنا متفق على هذه المسألة وأعتقد أنه يجب الانكباب على هذه الفكرة هي فكرة جيدة ولا يجب فقط أن تبقى موثقة وإنما ممكن يجب خلق قناة تجمع مثلا بين مجموعات المستخدمين والإداريين مثلا يعني قناة على تليجرام أو واتساب أو شيء من هذا القبيل يقول فيها لا أعرف شخص من الجزائر السلام عليكم اليوم ننظم حدث في وهران إذا جاءتكم العديد من عناوين IP من وهران فهذا سيكون هو السبب أو شيء من هذا أعتقد بالفرنسية يوجد هذا الأمر ولكن في العربية لا أعتقد أنه موجود ولكن أنت ذكرت هذه الفكرة وقد تكون يعني ذكرك للفكرة هو في حد ذاته أمر جيد لأنه سيبعث يعني لأفكار أخرى عند عدد من الناس وقد نستطيع العمل عليه إن شاء الله شكرا جزيلا مرة أخرى هل فيه إضافات أستاذ فرح وأستاذ أنس؟ هل فيه إضافات؟ لأنه في
مداخلة من ولاء ولا عادل، تفضل في عجالة من فضلك. ولا عبد المنعم مش ولا عادل، انا اصلا في الاول ما كانتش هتبقى مداخله، انا بس عايزه اسلم على الشباب انس وفرح، يعني وحشتونا جدا جدا، وحشنا ان احنا نتقابل بجد، دي حاجه الحمد لله يعني. وطبعا جهود مشكوره جدا جدا لفريق الجزائر يعني على التنظيم ده. انا بس عايزه اعلق على النقطه الاخيره بتاعه الاداريين والايفنتات وكده، لو في ايدي تصل مثلا تكوني واحده من الاداريين، فغالبا بيبقى فيه من مجموعه المستخدمين حد من في الاداريين او على علاقه بحد من الاداريين، فطبيعي ان هم بيبلغونا قبلها، وبيحصل تواصل بيننا على جروب الاداريين مثلا ان في ديتاسون يوم كذا في البلد الفلانيه، فطبيعي هيبقى فيه مقالات فيها بعض المخالفات، بس احنا ينين كده في الحذف يعني نتروى شويه. ده بيحصل بالفعل، مش ما بيحصلش خالص، ده بيحصل لو احنا ما تبلغناش، هي دي المشكله. بس حتى الصفحات نفسها، صفحات الايفنتات نفسها على الويكيبيديا يعني اغلبنا بيشوفها، هي دي الفكره بس. وسلامي ليكم مره تانية. شكرا. خطأ في الاسم. اعتقد ان مخرجات هذه المداخله تستحق مؤتمرات للمزيد من الشرح والمزيد من الاستفاده من قبل قدماء المجتمع الويكيبيدي وحتى الجدد. في انتظار المداخلة الموالية، أود أن أشكر مجدداً الأستاذ فرح مستكلم على هذه المداخلة، والأستاذ أنس أيضاً، كما أود أن أنوه بالمجهود الذي يبذله الأستاذ أنس في غرفة الترجمة. شكراً أستاذ أنس. في انتظار الأستاذ مجاوي، نترككم مع فاصل ثم نعود. إلى اللقاء. كيف ما تخلينا